أهلا ومرحبا معكم أخوكم سامي من قناة سامي إف. واحد من المتابعين سألني كيف نحن نقدر نخلي خدمة المترونوم تكون برا. الطريقة العادية في الكيبورد إنك تخش على المنيو، منيو رقم 1، شوفوا حاطي لك الخدمة هني المترونوم، وتختارها وتشغلها. هاي الطريقة العادية. الأخ يسأل يقول أنا أبغيها تكون برا على أي زرار من الخارج. في طريقتين راح أوضحهم الحين. طبعا الطريقتين موجودين في مكان واحد. شوف الزرار هذا الاسنيبل، تضغط عليه. انا قبل طبعا منزل فيديو وضحت خدمات الاسنيبل هذا، بس الحين عشان هاي الخدمة تيجي عند الاسنيبل بوتون، تضغط عليه هني ايه. مثلا في عندك في الشورت كات اللي هي الخدمة الرئيسية موجود عندك هني 7 بيجات، تصير على البيج رقم 3 راح تشوف المترو نوم، تضغط عليه. بس هذه الحركة ما تعطيك انك انت تتحكم فيه برا، هي نفس الشيء. يعني هو انتقل هني عندك في الاي، لا شوف الحين بضغط الاي، ولكن بعد تضطر انك انت تروح في الشاشة وتشغل المترو نوم. الحين بعطيك الطريقة الثانية، هي في نفس المكان ولكن تتحكم فيها دايركت من الزرار. دايركت من الزرار، شوف معي نفس الشيء، تدخل على السنيبل نفس المكان السنيبل بوتون، بس هني تختار في الخدمات الرئيسية. مثل ما قلت في الخدمات الرئيسية هني تختار بيج رقم 2، راح تلقى هني عندك كلمة اوفر اول، تختارها. الاوفر اول الخدمات الفرعية شوف راح تلقى هني معاك مترونوم اون اوف، تختارها اون اوف كلوز. شوف حينه خلاص ما تضطر انك تروح للشاشة وتشغل المترونوم على طول. شوف معي دقني، تضغط تطلع برا، تضغط على ايه، شوف اشتغلت معاك، تبندها نفس الزرار، تبندها نفس الشيء، شوف تضغط عليها بهاي الطريقة. علمتك طريقة كيف انك انت تختار اي خدمة تباها اون اوف. انت راجع الاسنيبل هني وشوف هاي الخدمة الاوفر اول، شوف فيها من اشياء اون اوف دايركت على طول، وتقدر تخزنهم في الازرار اللي موجودة هني. والى اللقاء مع معلومة جديدة.